Le livre « Écho de la mémoire sur les montagnes du Rif » relate l'histoire de 17 femmes au début, dont j'ai retenu 9 portraits. Et pour moi, c'était une façon de réhabiliter l'histoire de ces femmes et aussi de porter leurs paroles. Ce sont des femmes illettrées, ce sont des femmes qui n'ont jamais eu accès à un espace de parole. قمت بترجمة كتاب فاتحة السيدي أصوات من الريف نساء مقاومة ذاكرة ومقاومة وهو كتاب كتبته الأستاذة فاتحة السعيدي التي كانت تشتغل كنائبة في مجلس الشيوخ البلجيكي هي بلجيكية من أصل مغربي ومن أصل منطقة الريف بالتحديد وهذا الكتاب هو عبارة عن شهادات لنساء مسنات بين 70 وتقريبا 100 عام وقد اشتغلت الأستاذة فاتحة السعيدي بعد زلزال الحسيمة على استقاء شهاداتهن وحكاياتهن المتنوعة وفي الأخير اختارت من بين تلك الشهادات 9 شهادات وعززتها ببورتريهات أنجزها الفنان التشكيلي عبد القادر السكاكي وهو من أبناء المنطقة كذلك ليصدر الكتاب على شكل بورتريهات لنساء لتسع نساء من منطقة الريف يتحدثن عن معاناتهن وعن حياتهن اليومية بأفراحها وأحزانها بدءا بسنوات المقاومة مقاومة الاستعمار وحرب الريف الأولى أي حرب عبد الكريم الخطابي ضد الاستعمار الإسباني مرورا بأعوام المجاعة في المنطقة وبأحداث الريف 1958-1959 وانتهاء بالزلزال ومعاناتهن مع الزلزال. الكتاب كذلك يتضمن مجموعة شهادات عن طقوس خصوصا طقوس الاحتفال بالزواج وطقوس الاحتفال بالعقيقة وكذلك نمط العيش سواء العيش اليومي من طبخ وتنظيف وفلاحة ومختلف الأشغال التي تقوم بها النساء في تلك المنطقة وكذلك طقوس الفرح الاعتيادية أي الأعياد الصغرى والأعياد الكبرى أعياد الدينية وطقوس الخطبة وإبداعات الوشم الذي يختلف من قبيلة إلى أخرى والخزف صناعة الخزف وكذلك ما يعرض في الأسواق خصوصا الأسواق المخصصة للنساء في منطقة الريف